المدرسة الوظيفة العموميتين. عبد الله حجيلي، تحية عزي والمجد والكرامة لجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافة. تحية أستاذ الصعيب رئيس مغربي تاكانت، حنا نساء التعليم جئنا لمؤازرة الرفاق ديالنا في هذا العرس النضالي لإسقاط النظام المشؤوم، النظام الأساسي الذي جاء ليكمل على الحصيلة ديالو بالنسبة للجسم التعليمي. لهذا نحن نطالب بإسقاط هذا النظام الأساسي، نطالب بحقنا في الترقية، حقنا في العيش الكريم، في الكرامة، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. أحمد الرقيبي، ممثل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وكذلك منسق مديرية كرميم للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. يأتي هذا الشكل النضالي اليوم استمرارا في البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الوطني لقطاع التعليم احتجاجا ورفضا لنظام المآسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في يعني تجاوز للمطالب العامة والمطالب الفئوية لنساء ورجال التعليم عامة. بالنسبة لنا هذه الوقفة هي ترجمة نوعية وترجمة يعني للمواقف التي أخذناها كتنسيقية وطنية بضرورة الوحدة النضالية بين جميع الجسد التعليمي ومجابهة ومواجهة كل المخططات التصفوية التي تقوم الدولة المغربية بتنزيلها في قطاع التعليم. الآن اليوم المواجهة هي مواجهة جميع الشغيلة التعليمية للوزارة الوصية ومطالبتها بإسقاط النظام الأساسي الجديد باعتباره أولا نظاما أساسيا خارج الوظيفة العمومية ومستخدم كذلك من القطاع الخاص ويشتغل يعني أو يؤسس لاشتغال الأساتذة في ظروف يعني تم استخدامها من الشركات ومن المقاولات سواء في الجانب العقوبات أو في جانب التقييم والمردودية وربطها بالترقي وربطها بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم. هذا النظام الأساسي لم يستجيب لأي مطلب من مطالب نساء ورجال التعليم، لا مطالب الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ولا كذلك مطالب جميع الفئات التي بقيت يعني حبيسة الالتفاف وحبيسة المماطلة وحبيسة الشعارات الطوبوية التي تطلقها الدولة في كل مرة. الآن هذه الوقفة تأتي ترجمة للرفض الجماعي للنظام الأساسي من طرف جميع الشغيلة التعليمية، ولا زالت هناك برامج نضالية ومحطات قادمة ستكون أكثر تصعيدا، بدءا بالمحطة النضالية الوطنية المركزة التي ستكون بالرباط يوم 7 نوفمبر، وكذلك محطات أخرى سيعلن عنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم في وقتها وفي حينها. الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي لإقليم كرميم، عضو اللجنة الإدارية لنفس النقابة. نحضروا هنا كنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن سخطنا وعن احتجاجنا على ما يحاك في دواليس وزارة التربية الوطنية من إصدارها لنصوص تنظيمية مجحفة في حق النساء ورجال التعليم، وفي تصريحات وزير مسؤول وزارة التربية الوطنية وعلى رأسهم وزير التربية الوطنية اللي حاليا يبخس نضالات ونساء التعليم ولم يعيرها أي اهتمام، وإصدار الوزارة بشكل منفرد نظام أساسي مسؤول تجهز على مكتسبات رجال التعليم ولم يلبي اي من مطالب النساء ورجال التعليم. اذا نحن هنا في الوقفه الاحتجاجيه لاختتام 3 ايام من الاضراب اللي دام 3 ايام، هذه الايام 24 25 26 اكتوبر اللي فيه يعني التنسيقيه المحليه للتنسيق الوطني لقطاع التعليم زائد التنسيقيه
ديال هيئه التدريس باقليم قلميم. اذا هذه وقفه موحده بين التنسيقيتين واللي غيتبعها برنامج نضالي الاسبوع المقبل. كاين وقفه داخل المؤسسات وتعبئه نسوى للتعليم للمزيد من النضال في باقي الايام. الاسبوع اللي من بعده 7 و8 نوفمبر كاين اضراب وطني متوج نهار 4 مسيره من قدام البرلمان نحو وزاره التربيه الوطنيه. كل هذا لارغام وزاره التربيه الوطنيه على سحب هذا النظام الاساسي المشؤوم وعلى التراجع ديالها على النصوص التشريعيه والتنظيميه المجحفه في حق نساء ورجال التعليم. بهذه المناسبه نشجب تصريحات وزير التربيه الوطنيه ومسؤولي وزاره التنميه الذين يبخسون نضالات نساء ورجال ولم يعيروا اي اهتمام لاحتجاجاتهم. بل اكثر من ذلك وزير التربيه الوطنيه خرج علينا باكاذيب في وسائل الاعلام اللي تضحك عليه جميع الراي العام، واللي من بينها ان البارح قال ان 90,000 فقط من النساء والرجال اللي يدروا. اجي شوف هذه الوقفات الاحتجاجيه، اجي شوف المؤسسات اللي مشلوله على اتمها واللي كان فيها الاضراب تقريبا 100% وليس 90,000 اللي هو اللي قال. وشكرا.